ومعلقنا الكابتن أسامة أبو زينة، فإلى هناك. مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، معكم أسامة أبو زينة، وأنقل إليكم مباراة النادي الأهلي وريفينيو الرواندي في النسخة الثانية من لقاءات النادي الأهلي. النادي الأهلي بيدخل هذا اللقاء تشكيل أي حمدي رقم 1، نور ياسين رقم 3، عندنا كاترين رقم 5، عندنا دانا شوقي رقم 6، نهلة سامح كابتن فريق رقم 8 و9، شروق فؤاد 10، مايا ممدوح 12، فريدة العسقلاني 13، نرمين المنشاوي 14، رحمة حسن و18، رنا الجوهري و20، مريم متولي وليبرو رقم 2، ندى وليد ورقم 7، مريم مصطفى طبعا المدير الفني وكابتن الفرقه يعني المسؤول الكابتن حمدي الصافي، ياسر صلاح مدرب عام، ايمن فؤاد محلل تقني، ورانيا اخصائي علاج طبيعي. يعني دلوقتي بيبتدى اللقاء وارسال، وآية حمدي بتشوط كوره قويه، برافو عليك يا آية، من مركز 2 في نص الملعب 1 النادي الاهلي لا شيء ريفينيو. آية طبعا قوه ضاربه لا يستهان بها. شروق فؤاد ارسال قوي، استقبال بيوصل، رفعه وكره بتتشاط بتجيبها نهله، وشروق بترفع كره قويه، وكاترين بتشوط كره قويه جدا بتيجي في ايد الليبرو، وبتشوط اللعيبه الرقم 10 سيفوني كره خارج الملعب. 2 النادي الاهلي روفينيو الرواندي لا شيء. متعودين طبعا على ارسال شروق فؤاد، ارسال قوي، ارسال الليبرو طبعا بتيجي الكره بتعدي من المعده سهله، ورفعه وكره بتحطها آية حمدي برست ايديها كده، وبترجع تاني الكره، وحائط صد جيد من نور ياسين، وكره كاترين بتشوط كره قويه جدا من مركز 4 في مركز 1. شايفين طبعا على الشبكه قدامنا نور ياسين، لعيبه صغيره السن، الكابتن طبعا حمدي بيحاول ان هو بيدفع باللاعبات صغار السن عشان ياخدوا خبره افريقيه. ارسال طبعا كره جايه سهله، مريم مصطفى طبعا ليبرو الفريق ديفنس جيد، وكاترين بتشوط شوطه قويه بترجع تاني، نهله برضو صخره ما شاء الله في الديفنس، وآية حمدي الشامي بتشوط كره قويه من مركز 2 في مركز 1، برافو يا آية. حائط الصد المكون من اللاعبة رقم 10 سيرافين طبعا مفتوح جدا، ارسال قوي شروق فؤاد، كرة واعداد وضربة قوية ودفنس، طبعا كرة كانت صعبة ولكن مريم حطت ايديها فيها بشكل جيد جدا، ولكن خارج الملعب. 1 نادي ريفينيو الرواندي، 4 النادي الاهلي. لعيبه رقم 12 ماريا، وكره بتترفع، وايه بتحط كره بليسنج ورفعه اخرى، وكره بتتشاط قويه
مريم مصطفى بتطلع ديفنس المركز خمسة، وكرة من نص الملعب، وكاترين بتشوط كرة قوية من مركز اتنين بتيجي في ايد حائط الصد اللعيبة الرقم ثلاثة واللعيبة الرقم عشرة افاسي وسروفينيو، وخمسة النادي الاهلي، وارسال جيد من كاترين بتستقبله الليبرو بشكل يعني مش جيد. نقطة للنادي الاهلي، كاترين ارسال قوي وكرة جاية كونتر اتاك قوية بتشوطها نور ياسين من نص الملعب ولكن خارج الملعب، شكلها جميل جدا. الكرة هي قدامنا اهي، عايزة تحطها في اخر الملعب، طلعت منها معلش يا نور. ارسال سبايك، كرة بتعدي، كاترين بتستقبل، وشروق بترفع، وآية بتشوط كرة قوية من مركز اتنين في مركز خمسة، ولكن ليبرو الفريق مطلعها، وكرة ولا أقوى ولا أجمل بتعوضها نور ياسين بشوطة قوية من مركز ثلاثة في مركز واحد، ما تقدرش تعمل لها حاجة أفاسي. نور ياسين وإرسال سبايك، استقبال، الكرة مرفوعة بتعدي سهلة، كاترين بتجيبها، شروق فؤاد والخبرة نهلة سامح بتشوط كرة قوية وبتترد الكرة، فريدة العسقلاني بخبرتها بتحطها سريعة جدا من مركز ثلاثة في مركز واحد، يعني ثمانية النادي الأهلي، اتنين روفينيو الرواندي، وبداية الوقت المستقطع. أداء جيد جدا طبعا من النادي الأهلي، في تركيز من اللاعبات واضح جدا، الكابتن حمدي الصافي وجهازه المعاون كابتن مجدي بيبو والدكتورة رانيا والكابتن ياسر والكابتن أيمن مركزين جدا مع الفريق، واضح عليهم تركيز في أدائهم واضح. إرسالات قوية من بداية اللقاء، اتكلمنا على إرسالات، إرسالات النادي الأهلي ما شاء الله قوية، هجوم قوي من اللاعبات، عندهم بدائل جيدة، آية ونور وكاترين وفريدة ونهلة طبعا كابتن الفرقة صاحبة الخبرة. نور ياسين ارسال سبايك قوي خارج الملعب، معلش نور لسه لاعبة صغيرة السن مواليد 2000 تلعب في مستوى طبعا عالي، ده إفادة ليها كبيرة جدا. 3 روفينيو 8 النادي الأهلي، ارسال خارج الملعب، 9 النادي الأهلي 3 نادي روفينيو. آية حمدي لعبة ارسالها جيد وما شاء الله عليها الكرة، الاستقبال طبعا ليبرو الفريق ما عرفتش توصل الكرة بشكل جيد، ارسال قوي الكرة بتيجي وكرة بتتشاط من اللعبة الرقم خمسة كابتن فريق نادي روفينيو شارلتون. لعبة رقم ثلاثة بتحط الكرة في الشبكة، ارسالات طبعا ضايعة، ضغط فريق النادي الاهلي مش مدي مساحة لفريق روفينيو ان هو يتصرف في المباراة بطريقته. 11 النادي الاهلي 4 نادي روفينيو. نهلة ارسالها جيد، كرة بتتشاط وحائط صد قوي وبترجع تاني بتشوطها كابتن فريق نادي روفينيو من مركز 4 في مركز 1. كاترين طبعا وفريدة العسقلاني بلوك لا يستهان به،
ارسال من اعلى، استقبال جيد من ماري، وكره قويه بتشوطها فريده العسقلاني، ولكن عايزه تحطها كده يعني بتمكن واحترافيه، ولكن طلعت خارج الملعب. 6-11، استقبال نهله جيد، كوره بتترفع، وكاترين بتحط كوره يعني بليس كده في اخر الملعب اهي. لقت طبعا الديفنس متقدم، اللعبة رقم 10 ما تقدرش تعمل لها اي حاجة. فريدة العسقلاني، استقبال طبعا ارسال صعب، وكرة بتشوطها كاترين جيدة، وبترجع تاني بتحط كرة بريست ايدها كده لب ورا حائط الصد، بيدل على انها شايفة كويس جدا الملعب وشايفة الديفنس واقف فين وهي في الهواء. فريدة العسقلاني وارسال قوي، استقبال طبعا من اللاعبة كابتن الفرقة، هي اكتر واحدة بتشوط فيهم فلازم يصطادها على طول فريدة بكورتين كده في الاستقبال عشان تبتدي تركز في استقبالها وتفك عن الضرب. يعني شايفين 14-6 للنادي الاهلي، تايم اوت بيجريه المدير الفني لنادي روفينيو. مشجعين ومحبي كرة الطائرة في النادي الاهلي مجتمعين كلهم بيؤذروا الفريق، مباراة قوية. ميزة النادي الاهلي ان هو بيبتدي ستارت المباراة فعلا بشكل جيد، مقلل اخطائه، كل واحد عارف مهامه فين، بيلعب بمستواه مش بمستوى الفريق اللي قدامه. فريدة العسقلاني ارسال جيد، استقبال، الكرة بتتشاط خارج الملعب. رابع ارسال لفريدة العسقلاني، جيد بقوة. فريدة وارسال جامد، بتيجي الكرة سهلة، ونور ياسين بتشوط كوره ولا اجمل ولا اروع من كده، يعني جايلها عوضت الكره اللي فاتت. 16 النادي الاهلي، 6 نادي روفينيو، وتاني وقت مستقطع. تكنيكال قدامنا لاعبات ومحبي الكرة الطائرة بيحاولوا ان هم موجودين، ولاعيبة طبعا من كل الالعاب بيحاولوا ان هم يشوفوا فريقنا، فريق النادي الاهلي بمستواه الجيد ومهاراته الواضحة جدا من البداية. واضح مستوى النادي الاهلي ما شاء الله، متفوق على روفينيو. ابتدى يضغط بارسالات الكابتن حمدي صفي قويه موجهه طبعا، زي ما احنا شايفين كوره بتيجي بتتحط بليسنج كده، بتيجي في ايد شروق وخارج الملعب. سبعة نادي روفينيو، 16 النادي الاهلي. كابتن فريق نادي روفينيو كرة قوية بتشوطها نور ياسين من مركز 3، سريعة وقوية، بتحطها من مركز 3 في مركز 6 كده بقوة. شروق ارسالها قوي،
استقبال، كرة مرفوعة وحائط صد جيد. كاترين كأنها كانت عندها من الخبرات إن هي تقرا المعدة الرواندية كانت هتعمل إيه، وخدت بلوك جيد جدا. شروق إرسال قوي، استقبال واضح، والكرة بتترفع في أربعة وشوطة بتتشاط خارج الملعب. مريم مصطفى مأمنة الكرة كده لغاية لما طلعت بره الملعب. لعبة رقم 10، شروق بتلعب إرسال قوي، بترجع تاني كاترين بتلم الكورة وبترفع لها شروق، وكاترين بتحط الكورة من مركز 4 من فوق حائط الصد في مركز 5. برافو عليك يا كاترين، محترفة الأوكرانية. وبيطلب المدير الفني لنادي ريوفينيو وقت مستقطع. 20 النادي الأهلي، 7 نادي ريوفينيو الرواندي. شايفين طبعا كور جميلة ورفعات أجمل وأداء وضرب وتغطية ما شاء الله. موجة داخلة، ثلاث لاعبات جاهزين للشوط، أي واحدة فيهم هيترفع لها الكرة هتخش فيهم يعني بقوة. واضح الأداء، واضح الحركة، واضح الفوتورك جدا، تحركات داخل الملعب. شروق إرسال قوي، استقبال من الليبرو ضعيف، وكرة بتتحط سهلة، بتجيبها نهلة متوقعاها، الكرة بتترفع وبتتشاط. اللعبة الرقم 10 سيرافين بتيجي في ايد حائط الصد وبتغير اتجاهها وبتنزل في مركز 4. تغييرة لعبة رقم 3 خارج، واللعبة رقم 9 في الداخل. ارسال قوي، استقبال ورفعة ونور، وعندها الحلول مع شروق في كورة جيدة قوية طلعت شاطتها من خلال دبل لحائط الصد، وكورة بتتشاط ولكن حائط الصد من آية حمدي. معلش يا آية. 9-21، أوجستين وإرسال خارج الملعب. اتنين وعشرين النادي الأهلي، 9 نادي ريوفينيو. نور ياسين تلعب إرسال سبايك سيرف قوي ولكن خارج الملعب. معلش، طبعا مباريات اللي زي دي اللعيبة بتحاول ان هي تجرب كل حاجة، وبيتاخد ثقة وبيتاخد فيها رؤى للأمور. كرة قوية من فريدة بترجع تاني بتفنس، حائط صد جيد من آية حمدي وفريدة العسقلاني، وحائط صد قوي وديفنس من كاترين، وكرة بتعدي، وكرة رافعة من مركز 4 اللعبة الرقم 5 شارلتون كابتن الفريق، ولكن حائط الصد الناجح المكون من آية وفريدة ما يقدرش يعدي منه الكرة. إرسال قوي ورافعة وكرة متشاطة قوية ترجعني، وفريدة العسقلاني بتشوط كرة ونلج جميلة، ولكن لعبة رقم 9 بترد عليها بكرة أخرى ونلج، وكرة بتتسقط في نص الملعب. متوسط أطولهم طبعا جيد ولكن مهاراتهم زي ما احنا شايفين.
بس مجتهدين طبعا. فريق النادي الاهلي فريق تقيل جدا عليهم. ارسال هوبي الكوره بتترفع وبتتشاط جيده جدا من فريده. فريده بترفع كوره في سته، كاترين بتعديها وكوره بتترفع سريعه. مريم مصطفى بتطلع ديفنس جميل ونهله بخبرتها بتعدي كوره تيجي في ايد الديفنس وكوره قويه من فريده العسقلاني حائط صد جيد جدا. سنجل بلوك، برافو يا فريده. نقطه وتفصلنا عن الشوط 24-21. نهله سامح ارسالها قوي وصعب، جايه كره سهله وكره قويه من فريده العسقلاني من مركز اتنين واللج في مركز خمسه يعني، ولكن فيها كلام خارج الملعب. 24-12 استقبال من مريم ورفعه وكره بتعدي من كاترين كده في ايد حائط الصد. لعبه رقم 12 ماري بوال، ارسال قوي استقبال من نهله ورفعه قويه وكاترين بتحط كره قويه من مركز اربعه في مركز خمسه وتنهي الشوط 25-13 في شوط جيد لمستوى النادي الاهلي طبعا بيعمل كل اللي هو عايزه. ارسال قوي استقبالهم جيد، في سريع بترفع، في ضرب عالي، في ضرب من واحد يعني، في شكل جيد جدا لفريق النادي الاهلي، في حلول في الملعب واضحه من خلال ما شاهدنا. عنده ايه مفتاح لعب جيد، عنده كاترين، عنده نهله، عنده فريده العسقلاني من نص الملعب، عنده نور ياسين من نص الملعب، استقبالهم جيد ما شاء الله يعني، الاداء ممتاز. النادي الاهلي بيدخل اليوم مشواره، فاز على نادي ميكومبا الاوغندي بثلاثه اشواط مقابل لا شيء، وايضا روفينيو الرواندي فاز على نيونج الكاميروني بثلاث اشواط مقابل شوط. اذا من الواضح جدا كده ان نادي روفينيو هيدخل مع النادي الاهلي في دور الثمانيه اذا فاز على ميكومبا. مستوى الاداء جيد جدا للنادي الاهلي، في تركيز، في طرق واساليب لعب واضحه، في توجيه للارسالات في اماكن صح علشان يضعف مستقبلي روفينيو. كورة طبعا شايفينها بتبقى بعض الاخطاء، بيبقى اللعيب مستعجل اعشار من الثانية بيطلع بدري يعني عايز ياخد بلوك. طبعا دي فريدة لعيبة عندها خبرة كبيرة سواء في المنتخب او في النادي الاهلي في مهارة حائط الصد والضرب ولعبها في مركز ثلاثة. مشجعي ومحبي جمهور النادي الاهلي جايين يعزروا فريقهم. شايف طبعا 25-13 نتيجة جيدة
دولت اللاعبين الناشئين طبعا زي ما قلنا اربع مجموعات في نظام البطوله، على راس كل مجموعه يعني النادي الاهلي طبعا، وكرتاج في المجموعه الثانيه، والشمس في المجموعه الثالثه، والسجون في المجموعه الرابعه. تحمل النسخه الحاليه رقم 29، اقيمت 28 نسخه منذ انطلاق البطوله عام 86، نظمت تونس اول نسخه وفاز بها الافريقي التونسي. طبعا تونس دلوقتي بقى عندها فريق قرطاج، شايف الكابتن حمدي الصافي مثبت تشكيله، ما بيغيرش كتير غير في الوقت المناسب في احتياجاته، ما بيعملش تغييرات كتير، مدير فني على كفاءة عالية. بيعمل لنفسه سيناريو واضح في المباراة بتغييرات واضحة. شروق فؤاد على الإرسال، إرسال قوي ونقطة مباشرة. شروق بتلعب الإرسال من ورا شوية، بيسقط في نص الملعب، اللاعبات طبعا بيبقوا متأخرين، فهو شروق تلعب من مكان بعيد، كرة استقبال طبعا، بتاخد الكرة مساحة طويلة وحائط صد بيجي في ايد حائط الصد آية حمدي ونور ياسين وخارج الملعب. لعبة رقم 4 أميستون، وكرة قوية بتشوطها نور ياسين في ايد اللعيبه رقم 9 هوبي وخارج الملعب. كاترين على الارسال، ارسال قوي من كاترين، استقبال طبعا، الكره بتيجي بسهوله، مريم مصطفى بتعدي كره جميله، ونور ياسين بتحط كره لوب من فوق حائط الصد، ليبرو الفريق ما يقدرش يعمل لها حاجة خالص. باتريك جريت عليها وما لحقتهاش، ارسال قوي ايضا بتركيز من كاترين بنقطة مباشرة، ثالث نقطة. ارسال قوي، استقبال جيد المرة دي، وكرة بتتشاط قوية بتيجي في حائط الصد. لعيبة رقم 10 سيرافين، 2 روفينيو، 4 النادي الأهلي. ارسال قوي، مريم مصطفى بتستقبل كرة قوية، ونهلة بتحط كرة كده بوكس من فوق حائط الصد، وكرة بترجع تاني، وكاترين متوقعة الكرة وطلعت ديفنس جيد، الكرة بتترفع تاني، وكرة بتتشاط قوية جدا، ولكن حائط الصد كابتن الفريق نهلة سامح ونور ياسين كانوا متوعدين للكرة توعد جيد. اهو برافو عليك يا نهلة. نور ياسين سبايك سيرف ليه يا نور، ضيعت برضو في نهاية الشوط الأول كورة كنا محتاجينها. 3 روفينيو، 5 النادي الأهلي. لعبة رقم 9 وإرسال جيد، مريم مصطفى بتستقبل، فريدة العسقلاني بتحط كورة جيدة وبترجع تاني، شروق بتطلع ديفنس جيد، وآية حمدي خدت الكرة من فريدة العسقلاني اللي هي رفعتها لها وشاطتها بالقوة بنقطة مباشرة. آية، إرسال قوي جدا.
استقبال ضعيف، كرة بتيجي سهلة، كاترين بترجع الكرة وكرة بتترفع لنعلة، الخبرة بتحطها برست ايديها ترجع تاني، هي بتستقبل وكرة لنعلة، ونعلة بتشوط الكرة ورادي كولتين، وكرة جاية كونتر عالية لفريدة العسقلاني بتشوطها بقوة داخل الملعب. برافو عليك يا فريدة. شروق خرجت ونزلت دانا شوقي، لاعبة صغيرة السن، إرسال قوي، آية استقبال من ليبرو وشوطة، ومريم مصطفى بتطلع ديفنس جميل جدا، ونهلة بتسقط كرة أجمل، وكرة بتتحط في مركز واحد بتستقبلها آية وبتشوطها كاترين، بتطلع وحائط صد جيد دانا شوقي اللي لسه نازلة، وفريدة العسقلاني من كرة مضروبة بقوة من اللاعبة رقم 10 سيرافين. يمكن التغييرة دي الكابتن حمدي عملها، دانا حائط الصد بتاعها جيد، قافلة مساحة جيدة من الملعب زي ما شفنا الكرة الأخرانية كده، تكنيكال تايم أوت عند النقطة 8-3 للنادي الأهلي. طبعا شروق مشغلة نص الملعب بشكل جيد جدا، ودي فريدة قدامنا طبعا مجهود و يعني لعيبة تايمينج بلوك هايل ما بين دانا وفريدة. واضح طبعا ضغط الإرسال واضح، إرسال قوي، استقبال ضعيف، الكرة بتتسقط، ومريم بتجيب كرة صعبة، ودانا بترفع كرة، ونهلة بتشوط كرة قوية ترجع تاني، وحائط صد مشترك بين دانا شوقي وفريدة العسقلاني جيد جدا. برافو يا دانا، برافو يا فريدة، إرسال قوي وبيجي في الشبكة من آية حمدي. معلش هي برضو سحبت بالإرسالات كتير، إرسال قوي، استقبال من نهلة، رفع من دانا، ونهلة بتشوط كرة قوية، والكرة بتترفع بترجع سهلة، ونهلة بتحط كرة قوية في ديفنس جيد، الكرة بتتشاط ولا أجمل ولا أروع من كده، ولكن كاترين طلعت ديفنس جيد، وتاني ديفنس لكاترين، ونهلة راح ورا الكرة، كاترين بتحط الكرة من 6 جيدة، وبليسنج كده لمحتها المعدة رقم 4 متقدمة أومستين، وحطتها لها وراها سهلة. إرسال قوي في الشبكة، في الشبكة. 10 النادي الأهلي، 5 نادي روفينيو. نهلة سامح، إرسال قوي، كرة بتيجي كده، وديفنس من مريم مصطفى، الكرة بترجع، وفريدة كانت عايزة ترفع الكرة، الكرة بتتحط وحائط صد طبعا مش مظبوط، الكرة خبطت في ايد حائط الصد ونزلت داخل الملعب. شارلتون كابتن فريق روفينيو رواندي، إرسال قوي، استقبال من مريم، رفعة جيدة، وكرة بتتشاط قوية من آية حمدي، ترجع تاني بتطلع ديفنس، ونور
لا فريدة العسقلاني بتشوط كورة قوية جدا من مركز ثلاثة في مركز واحد. برافو عليك يا فريدة. فريدة العسقلاني على الإرسال. إرسال قوي، استقبال بيرجع قوي، ونور ياسين بتشوط كورة رجع لها سهلة خارج الملعب. إرسال خارج الملعب. طبعا بيجري الكابتن حمدي صافي تغيير بخروج دانا شوقي ونزول شروق فؤاد. متميزة. أنا شايف الكابتن ياسر صلاح بيوجه دانا لبعض التوجيهات. ارسالها قوي شروق، الكرة بتيجي يعني سهلة. مريم مصطفى بتطلع ديفنس جيد، ونهلة سامح بتشوط كورة قوية بتطلع ديفنس بصعوبة، ترجع شروق، وآية حمدي بتشوط كورة قوية جدا من حائط الصد، ونقطة مباشرة. إرسال شروق قوي، استقبال رفعة، هتصد قوي جدا من آية حمدي ونور ياسين. تايم اوت بيجري المدير الفني لنادي روفينيو الرواندي. سامعين طبعا مشجعي ومحبي النادي الاهلي في كل مكان، جمهور والشباب بيحاول يؤازر فريقه. مشهد جيد. طبعا التايم اوت ده واخده المدير الفني نادي روفينيو علشان يوقف صعوبة ارسالات شروق والضغط الواضح على فريقه. ارسال قوي شروق اهي، استقبال من اللاعبه رقم 11 كابتن الفريق خارج الملعب. جوزيفين. استقبال، كره جايه سهله، والحكم بيقول كره دبل على المعدة رقم 4 أمستين. لعبتها في ايديها كده، الكرة ريحت، حسبت عليها 16 النادي الاهلي 7 نادي روفينيو. لازم الكابتن حمدي بيتكلم في توجيهاته علشان اللعيبة ما تبتديش تدور على مستوى الاداء الفرقة المنافسة، وهو مستواه لازم يبقى ثابت، وهو مثبت مستواه ومركز ان اللعيبه ما تنزلش من المستوى ده اللي هي ثابته عنده، بل بالعكس بيحاول يجرب حاجات داخل الملعب هتفيده طبعا في الادوار القادمه، دور الثمانيه ودور الاربعه. طبعا الامور هتبقى فيها تركيز اكتر و استمرارية إن شاء الله. 16 النادي الأهلي 7 نادي روفينيو. ما زالت شروق فؤاد على إرسال، إرسال قوي، استقبال. طبعا الكرة بتيجي وتفنس من كاترين، وكرة بتترفع بتحطها آية بليسنج كده، بترجع
وكرة قوية مريم مصطفى جايبها من مكان صعب. خارج الملعب. مهاجمة الفريق رقم 4 وإرسال مريم مصطفى بتستقبل وكرة قوية. نور ياسين بتشوطها المركز 3 في مركز 1 ما تتجابش. معدة الفريق انستين كاترين على الارسال، ارسال قوي برضو. انا شايف ان في لعب على اللاعبه رقم 11 وكره بتتشاط من اللاعبه رقم 10 سيرافين وحائط صد جيد ما بين نهله ونور. في تركيز بتلعب ارسال، طبعا ده توجيه من المدير الفني على اللاعبه رقم 11 اهو. ده خامس او سادس ارسال بيتلعب من اكثر من لاعبه. ديفنس طبعا بيجي والكوره بتغير اتجاهها ما تلحقهاش شروق. وتسعة روفينيو 18 النادي الاهلي، ارسال قوي. نهلا سامع طبعا استقبل كوره قويه وايه بتشوف كوره ولا اقوى ولا اجمل من كده. الليبرو ما عرفتش تعمل فيها حاجه وجت نقطه مباشره. تغييره تطلع نور ياسين طبعا كابتن حمدي غيرها ونزل رنا الجوهري. لعيبه مضمونه جدا في مهاراتها، ارسالها قوي بلوكها بتجيب نهله. وايه بتشوط كره قويه من مركز 2 في مركز 5 بعيد عن ايد ليبرو الفريق. ارسال قوي، كره بترجع و بترجع تاني فريدة. ونهلة بتشوط شوطة قوية الليبرو بيطلعها باتريك، ولكن هناك لمس شباك واضح جدا. رنا زي ما قلنا ده تالت ارسال تلعبوا على اللعيبة رقم 11، واضح جدا التركيز. كوره متشاطه، نهله بتجيب رنا بتعلي الكوره ونهله بتشوط كوره قويه الليبرو بتطلعها. كوره من 4 مره ثانيه وحائط صد جيد وبترجع الكوره في الشبكه ما بين ايه حمدي وفريده العسقلاني. 22 النادي الاهلي 9 نادي روفينيو. مركزين جدا النادي الاهلي على اللاعيبه جوزفين رقم 11 في الارسال. ده تاني شوط بتلعب عليها، واضح ان هي استقبالها يعني مش قد كده، ففي تركيز في الارسالات من النادي الاهلي على اللعيبه دي. ده طبعا بيبقى توجيه من الكابتن حمدي وبيبقى ليه رؤيه والجهاز المعاون طبعا سواء الكابتن ايمن او الكابتن ياسر الاثنين موجودين ومتفقين الارسالات هتتلعب فين و الحائط الصد والكرة تترفع فين، ويبقى في علاقة ما بينهم وبين بعضهم في الملعب. أعتقد إن ده بيبقى اتفاق ما بين الجهاز بقيادة الكابتن حمد. رنا الجوهري إرسال قوي، غيرت المرة دي، لعبت الناحية التانية على لعيب 4 الأمامي وكرة بترجع وكرة بتتحط قوية من آية حمدي، لكن الديفنس يلاقيها في إيده. أيضا ديفنس من شروق وآية بتشوط شوطة قوية جدا من مركز 2 في مركز 5 ما تعرفش تعمل لها حاجة ليبرو الفريق باتريك. رنا استقبال ابتدت تلعب على
لعيبه اربعه الامامي غيرت في تغيير، وايه بتشوط شوطه قويه ولكن حائط الصد كان موفق. عشرة روفينيو، يعني هي شيطان بصراحه في ايديها. 23 النادي الاهلي، اللعيبه رقم 9 هوبي بتلعب السكتين، بتستقبل الكره، نهله بتشوطها جيده رافعه، الكره اجمل وبترجع لايه بتحط كوره بليسنج كده عشان تعدل النتيجه. 24 النادي الاهلي، 10 نادي روفينيو ونقطه، وينتهي الشوط الثاني. ارسال قوي وليبرو الفريق باتريسكا بتستقبل الكرة ضعيفة، وينتهي الشوط الثاني بنتيجة 25-10. الشوط الأولاني طبعا 25-13، الشوط الثاني 25-10. شايفين طبعا مستوى واضح جدا من الأداء، في ضغط من النادي الأهلي واضح. كابتن حمدي الصافي المدير الفني، ياسر صلاح المدرب العام، مجدي بيبو الإداري، وإيهاب عبد المنعم أيضا إداري، ورانيا عبد العزيز مخطط أحمال، وأيمن فؤاد محلل تقني، ومنه الله عادل أخصائي علاج طبيعي، والمشرف العام ممدوح نور. كل الجهاز المعاون للنادي الأهلي واضح جدا مجهوداته. النهارده فوز يعني السجون الكيني على اسك الايفواري بثلاث اشواط مقابل لا شيء. فيجن الاوغندي والانابيب الكيني 3 لا شيء. طبعا الانابيب فرقه قويه. البوركيني وانجز الكاميروني ايضا 3 لا شيء. هراري سيتي بطل زيمبابوي ونظيره بافايا الكاميروني. بافايا الكاميروني فرقه برضو جيدة. الفاب طبعا والشمس، شفنا مباراة قوية من نادي الشمس، قدر ان هو يفوز على الفاب الكاميروني بثلاث اشواط مقابل لا شيء. ونعتقد ان قرطاج ايضا وبطل بوتسوانا هينهي اللقاء بثلاث اشواط مقابل لا شيء. عندنا النادي الاهلي مباراته الان قوية، و ان شاء الله باذن الله غدا هيقدر ان هو يلعب ختام المجموعه الاولى بتاعته مع نيونج الكاميروني. نيونج طبعا فرقه اقل قوه من روفينيو الرواندي. روفينيو فاز 3-1 في مباراه جيده. الأدوار التمهيدية في البطولات الإفريقية دايما بتبقى فيها رؤى للمديرين الفنيين، يحاولوا يظبطوا شكل الفرقة ومين اللي معاهم ومين، ويحاول ان هو الحمل التدريبي يجزأه. شايفين زي ما احنا شايفين دلوقتي مريم متولي لعبت الماتش اللي فات بعد رجوعها من الإصابة، اعتقد ان هو ممكن الكابتن حمدي يدفع بيها مرة أخرى علشان المستوى، عشان بعد كده في الأدوار القادمة إن شاء الله هيقدر يعني يدفع بيها، وهتبقى ليها مكانة طبعا. زي ما قلنا أهو مريم متولي في التشكيل الأساسي في الشوط الثالث، هي وفريدة العسقلاني بيلعبوا من مركز 3. محتاجة طبعا بعد رجوع من إصابة إن هي تاخد سنس وجو الملعب والمباريات، قاعدة بقى لها فترة طويلة. الحمد لله قوة لا تستهان بيها. النادي الأهلي بيدفع للاعبات صغار السن عشان ياخدوا خبرة قوية في بطولة إفريقية كبيرة على أرض النادي الأهلي. ندى وليد، دانا شوقي، نور ياسين، ومعاهم
ولكن هي عدت المراحل دي طبعا، لعبت بطولات افريقيه عديده. مريم متولي ارسال اهو قدامنا، لعبه رقم 2 اوليف بتحط الارسال خارج الملعب. ارسال شروق القوي، رجعت تاني تلعب على اللعيبه رقم 11، وكوره سريعه بتتشاط من اللعيبه رقم 9 هوبي من مريم. ده اللي احنا بنتكلم فيه ده يا جماعه، محتاجين سنس البلوك، وايضا ارسال قوي من كابتن الفرقه يعني في نص الملعب ما بين نهله وما بين مارين. شويه تركيز، اثنين روفينيو، وبتحط الارسال في الشبكه. اثنين اثنين، كاترين محترفه الاوكرانيه، ارسالها قوي، سلام من اعلى، استقبال من الليبرو، الكره بتيجي سهله، بتطلع الكرة خارج الملعب. متشاطة كده خارج الملعب. ثلاثة نادي الأهلي، اثنين نادي روفينيو. تاني إرسال لكاترين، استقبال من الليبرو يعني ضعيف، وكرة بتيجي، وكرة من مريم متولي قوية بتشوطها من مركز ثلاثة في مركز واحد، بتيجي في ايد الديفنس وخارج الملعب. برافو يا ماري، اهي كاترين استقبال، رفع جايه سهله، وكره بتتشاط وصد جيد، ومريم بتحط ايديها مع السنتر في كره مشتركه جيده. خمسه النادي الاهلي، اثنين نادي روفينيو. كاترين على الارسال، ارسال قوي ولكن في الشبكه. لعيبه هوبي سنتر بلوك، النهله بتستقبل كره جيده، الكره بتترفع من شروق من 4-2 جيده من ايه، ترجع تاني تتشط. كاترين بتاخد ديفنس جيد، وطبعا نهله بخبرتها بتحط الكره بريست ايديها كده فيها قوه، بتيجي في ايد حائط الصد وبتنزل في مركز اتنين، لقت فرق ما بينهم. مريم متولي ارسال جيد، وكوره بترفعها المعده وهي في الخط الخلفي، رفعتها على الشبكه وعدتها بجنب باص كده. وطبعا احنا عارفين اللاعبات اللي في المركز الخلفي ما لهمش الحق ان هم يعدوا الكوره بجنب باص، وكوره بتتشاط من اللاعب رقم 11 يوزيفين من مركز 2 في مركز 5، بتيجي في حائط الصد وداخل الملعب. 4 نادي روفينيو، 7 النادي الاهلي. ارسال خارج الملعب، و اول تكنيكال تايم اوت عند النقطه 8-4 للنادي الاهلي في الشوط الثالث. واضح طبعا طبعا الجمهور وعاشق للرياضه داخل الصالات بيحاول ان هو يؤازر فريقه ان شاء الله باذن الله، يؤازر فريقه في النهائيات باذن الله وفي استلام كاس البطوله. مريم برافو يا مريم، ما تلحقهاش، كره بتتشاط وحاط صد جيد، ده خبرات مريم. وادي كوره نهله اللي شافتها كده متاخره، راحت
شوطها ما بين حائط الصد. ارسال قوي من ايا خالد، ايا حمدي، واستقبال وكوره بتتشط ولكن بتيجي في ايد شروق، وايا حمدي كانت عايزه تجيبها ولكن ما لحقتش. لعيبه رقم 5 شارلتون بيلعب ارسال، كاترين بتستقبل الكره النهله بتحطها وبتيجي ديفنس وبترجع تاني، ولعيبه رقم 10 بتشوط كره قويه بتيجي في ايد كاترين وبترجع من ايا حمدي وشروق، والمعده بتبلس كوره في نص الملعب مش متوقعه. 6 روفينيو، 8 النادي الاهلي. ارسال كاترين وكره قويه بتتشاط من فريده بترجع تاني، تتحط مريم مصطفى لبرو فريد بتستقبلها وكره اقوى من نهله بترجع تاني وبتشوط كوره اللاعبه يعني رقم 10 من بين ايدين حائط الصد، اهي شافت في مكان فاضي، صعبه جدا على مريم اللي هي تجيبها مش بتاعتها. استقبال من مريم، رفع من شروق والكره بتعدي سهله، وكره ثانيه بتتشاط. الحكم طبعا عارف ان الكره دي ما جاتش في ايد حائط الصد، الكره دي جت في الواير بتاع الشبكه، الحز الابيض اللي فوق. نهله سامح ارسال من اعلى، استقبال الكره بتيجي سهله، رفعه قويه من فريده العسقلاني بتشوطها فريده بقوه بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب، وفي اعتراض وطبعا الحكم هو ادرى وباينه جدا اللي هي جت في ايد الملعب. كره قويه مريم، وآية بتحط الكرة أقوى من 1-6 ورفع سريع بتتبلس، مريم مصطفى بتجيبها، شروق بترفع، وكاترين بتشوط كرة قوية في 6 بترجع تاني، الكرة بتتحط ورفع في مركز واحد قوية جدا بتشوطها آية حمدي في مركز 6 من مركز 1 أهو أهي، ما حدش يعرف يعمل لها حاجة ما بين 5 و6. ارسال قوي من نهله، رفع كرة بتتشاط قوية وحائط صد أقوى، ترجع تاني وشروق بتبلس كورة بتيجي في إيد اللاعبة سيرافين وخارج الملعب. 12 النادي الأهلي، 7 نادي روفينيو. نهله سامح، دينامو الفريق مجتهده جدا، ارسال جيد وقوي، استقبال طبعا بيجي جيد، طبعا مريم ديفنس، كوره جميله بتعديها شروق فؤاد وكوره بتتشط بقوه سيرافين في ايد فريده العسقلاني وبتنزل في مركز 4، ما نعديش كور بسهوله، الكور اللي هي بسهولة بتيجي علينا بصعوبة. لعيبة رقم 12 ماري بوال، استقبال من مريم، رفعة كاترين بتشوط كرة قوية جدا من مركز 4 في مركز 5، ايوه كده، رفعة ممتازة شيطها كاترين من فوق حائط الصد في مركز 5. تغيير بيجري، المدير الفني كابتن حمدي الصافي بينزل رحمه المهندس مكان نهله سامح كابتن فريق. 13 النادي الاهلي، روفينيو الرواندي 8. ارسال قوي من فريده العسقلاني، استقبال
وبتيجي سيرافين بتشوط الكرة في مركز ستة، بتطلعها رحمة وبتلف كاترين كرة قوية جدا من مركز أربعة في مركز واحد. برافو عليك يا كاترين. كده في شايف ان الكابتن حمدي الصافي بيدي مساحة لبعض اللاعبات، رجع تاني تغييرته المعتادة. دانا شوقي عشان حائط الصد واستقبال من مريم مصطفى، بيجي في ايديها وبيطلع خارج الملعب. ارسال قوي، مريم بتستقبل، الكرة بتيجي بتعدي من رحمة، وكرة قوية جدا بتشوطها اللاعبة رقم 9 هوبي في ايد طبعا كاترين، مستنياها بشكل جميل جدا اهي. قبل ما تنزل كانت الكرة موجودة. دانا ارسال قوي فيها شك، ولكن طبعا حكم الراية قالت بره، يبقى بره. 11-14 سيرافين ارسال خارج الملعب. 15 النادي الاهلي، 11 نادي روفينيو. كاترين على ارسال، ارسال قوي واستقبال ورفع، وكرة بتتشاط، كاترين بتستقبل، دانا بترفع، ورحمة بتحط كرة في ستة من أربعة كده برست الإيد، وكرة قوية من شالتون بترجع تاني بتحطها خارج الملعب. وثاني تكنيكال تايم أوت 16 النادي الأهلي 11 نادي روفينيو في الشوط الثالث من اللقاء الذي يجمع بينهما في الصالة المغطاة بالنادي الأهلي. شايفين طبعا الكابتن حمدي عمل تغييراته، بيدي مساحة لمريم، رحمة بتدخل في جو المباريات، دينا أيضا بتخش في جو المباريات وتقدر إن هي تمشي الملعب، ويقدر بعد كده يوجهها ويشوف فين الأخطاء ويكمل عليها، علشان خاطر الفترة الجاية دي لازم كل لعيب في صفوف النادي الأهلي يمشي في اتجاه المدير الفني واتجاه الجهاز، وهم طبعا ماشيين على أكمل وجه، علشان إن شاء الله الأدوار القادمة مهمة جدا جدا للفريق. جو المباريات وجو البطولة محتاج كده. أنا شايف تغييرة كمان، كاترين خرجت ونزلت مكانها مايا ممدوح. مايا ارسال جيد، استقبال طبعا بيجي في ايد الليبرو خارج الملعب. برافو يا مايا. دي التوجهات المدير الفني، ارسال قوي، استقبال، كرة بتيجي سهلة، بتعدي سهلة، وكرة بتترفع لآية قوية جدا جدا بتشوطها من مركز 2 في مركز 5 في ايد ليبرو الفريق وخارج الملعب. آية حمدي بتطلع وبتنزل رنا الجوهري. شايف الملعب كله بقى متغير عن التشكيله اللي ابتدى بيها الكابتن حمدي ما عدا الليبرو الفريق مريم مصطفى، وده طبعا عشان الاستقبال
يبقى موجود في شكل ويبقى جيد. 18 النادي الاهلي، 11 نادي روفينيو بعد وقت مستقطع طلبوا المدير الفني الرواندي. مايا ممدوح ارسال قوي، استقبال جيد، كرة بتتحط كده من لعيبة رقم 11 كابتن الفريق جوزيفين وبتيجي في الديفنس وخارج الملعب. 9 لعيبة هوبي، ارسال من اعلى، استقبال من رحمة، كرة بتترفع بترجع تاني، بترجعها رانا وكرة بتترفع وكرة جيدة جدا من حائط الصد رانا ومريم متولي. تسعتاشر اتناشر ارسال قوي، مريم متولي ارسالاتها المتميزة، برافو يا مريم. 20 النادي الاهلي روفينيو 12 ارسال قوي ايضا، بتستقبله الليبرو، بتيجي الكره سهله وبتتشاط، بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب. 13 روفينيو 20 النادي الاهلي، قدامنا فريده ودانا، ارسال قوي، استقبال من مايا، رفع من دانا وكرة قوية بتشوطها رحمة، ولكن مريم مصطفى عاملة كفر جيد جدا ورا رحمة عشان الكور اللي جاية دي، وبتشوط رنا كرة جميلة من مركز اتنين بتيجي بسهولة وبترجع تاني، بتحط رحمة كرة بليسنج، شافت اللعيبة اللي في مركز واحد متقدمة راحت زقاها بايديها كده في مركز واحد. 21 النادي الاهلي 13 روفينيو، اهي قدامنا اهي، شافتها متقدمه عن مركزها ولاعيبه مركز سته ما تقدرش تروح تعمل لها اي حاجه. نرمين المنشاوي نزلت مكان فريده العسقلاني، طبعا الضيف ده اعتقد ان بيبقى الملعب في بعض. ارسال رنا قوي، بيرجع تاني الكوره وكره داخله، ونرمين بتشوط كوره جيده جدا. اهي حسبتها ان هي جابت شبكه، رغم من واضح ان الكوره ممكن رحمه بتحط الكوره في سته تاني، وحائط صد جيد، بترجع تاني الكوره بتعدي وكوره بليسنج كده مايا بتجيبها، وكوره بتشوطها اللاعبه رقم 14 ولكن حائط الصد دانا شوقي. ونرمين المنشاوي ولا اجمل ولا اروع من كده. 22 النادي الاهلي 14 روفينيو، رحمه المهندس على الارسال، ارسال جيد، بتيجي الكره سهله بتعدي، مريم بتطلعها ورنا الكره ما تلحقهاش، بتيجي في نت الشبكة. و15 روفينيو 22 النادي الأهلي، ماري بوال على الإرسال، إرسال من أعلى، إرسال جيد، رحمة بتستقبل ومايا ممدوح بتحط كورة جميلة جدا من فوق حائط الصد، الديفنس ما يعرفش يعمل لها حاجة. 23 النادي الأهلي اهي من فوق حائط الصد، ارسال قوي، استقبال،
كرة بتيجي سهلة، هتصد جيد، ولكن ريجيني اللعيبة رقم 14 بتحط الكرة في ايد حائط الصد دانا شوقي وخارج الملعب. 16 روفينيو، 23 النادي الاهلي. اوليف حطت الارسال خارج الملعب ونقطة، وينتهي الشوط الثالث واللقاء. طلب الوقت المستقطع الثاني المدير الفني لنادي روفينيو الرواندي. كابتن حمدي اعتقد ان هو بيتكلم على سرعة الهجمة. متعادة قدامنا. غدا ان شاء الله باذن الله الاهلي هيلاعب نيونج الكاميروني في مباراة قوية جدا، يعني هو حسن. يوم السبت المباراة هتبقى قوية. ارسال قوي من دانا، استقبال، رفع، كرة جاية سهلة خارج الملعب، وبينتهي الشوط الثالث واللقاء 25-16. مشاهدينا بشكركم، كان معكم أسامة أبو زينة، وألف ألف مبروك للنادي الأهلي فوزه الثاني على التوالي. شكرا وإلى اللقاء.